نروح لفقرة الناس كتير بتحب موضوع التنمية البشرية، ودائما نحن بحاجة لتطوير مهاراتنا، تطوير طرق تفكيرنا لحتى نقدر نجاري الحياة وسوق العمل ونقدر نحل مشاكلنا بكل أريحية، نبتعد شوي عن منطقة الراحة مثل ما سميتها ضيفتنا لليوم، ونروح هيك لنفكر خارج الصندوق. شو رأيك؟ تماما يا رشا، اليوم بدنا نحكي عن التفكير الإبداعي، يمكن هو موجود بحياتنا لكن بنشوف في أشخاص بتستخدمه أكثر من أشخاص. اليوم رح نحكي عن التفكير الإبداعي، كيف ممكن نحن نطبقه بحياتنا الأكاديمية وأيضا بحياتنا العملية. أمور كتير رح تخبرنا عنها الدكتورة فاتن نظام، دكتورة بالعلاقات العامة وتنمية المهارات الحياتية. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة، صباح خير. كيفك؟ تمام مشتاق. هلا اليوم ننضوي على مصطلح التفكير الإبداعي، يعني هو متداول ولكن نحن كرمال نقدر ننفذه مفروض نحن نتبع أساسيات نتعلم مهارات جديدة. خلينا بداية نعرف شو هو وشو بيميزه عن باقي التفكير. تمام. هلا نحن بكلمة التفكير الإبداعي، هلا كثير عالم بس نقول كتفكير إبداعي إنه هاد لناس دون ناس مثل ما تفضلت حكيت. هو الفكرة التفكير الإبداعي هو عبارة عن الأفكار المتجددة، الأفكار الغير تقليدية، يلي هي إنه نحن انفرد بهي الأفكار بالتميز. نعم. أنا بدي أدير بالي نقطة كثير مهمة، أنا ما بدي أقول اختلاف، هو التميز. التميز شيء أنت عندك إياه كثير قوية فيه، عندك كفاءة فيه كثير عالية، وأنت بلشتي تطلع أفكار إبداعية لهي الأفكار. فإذا هي متجددة، هي أصلية، هي ما لها مقلدة. يعني أنا مثلا إذا أنت عملتي فكرة إبداعية، هي ما لازم تكون هي بشبه فكرة ثانية لأشخاص ثانيين. اثنين، اللي هو عندي كلمة الإبداع، اللي أنا معناتها أنا بدي يكون عندي إتقان بهذا المجال أنا عم بشتغل عليه، يعني مفاتيحه معي. تمام. يعني هو مو أنه مثلا بدي نط من مجال لمجال أو اختصاص لاختصاص، لا، أنا مفاتيحه معي، عندي إتقان له، بالإضافة في عندي شغف لهذا الشيء لأبدع فيه. لأنه إذا الواحد ما كان عنده شغف بالمجال اللي أنت عم تشتغلي فيه، أو أنت حتى الفكرة اللي أنت عم تشتغلي فيها، ما بتأبدع فيه. صحيح. فأنت هون التفكير الإبداعي اللي هو عبارة نحن صار ضرورة مهمة لكل حدا فينا، كونه نحن عايشين يمكن نقول بضغوطات، بمشاكل معقدة صارت مختلفة عن قبل، فأنت لازم يكون في عندك أفكار خارج الصندوق تجاري الضغوطات 100%. لأنك دائما نحن ما تنقول التفكير داخل الصندوق أو التفكير العادي، هو دائما أنت حتفكري ضمن أسلوب اللي هلا قلتي منطقة الراحة، اللي هو أنا بضمن احتياجاتي وأموري منطقة الراحة. ولكن أنا الفكرة بالتفكير الإبداعي، أنا التفكير خارج الصندوق، بمعنى شغلات جديدة ممكن كتير، أفكار جديدة ومتجددة ومكتسبة أنا أقدر عالجها وطورها بما يتناسب مع حل مشكلاتي الجديدة. تماما دكتورة، خلينا نحكي كيف فينا نحول هذا التفكير لنمط حياتنا وشو هي مراحله. أول شيء نحن منقول ملا جزء العالم. التفكير هو رب العالمين ميزنا عن كل الخلائق، هو بالفكر بالعقل، يلي هو أنا أفكر أتفكر بكل الأمور. هذا واحد. النقطة الثانية اللي هي من المهارات اللي أنا بدي اكتسبها لأنه تزيد عندي هاي التفكير، أنه أنا استقبل كل الأفكار الجديدة بمعنى بلطافة. يعني مو أي حدا مثلا اجيك أفكار جديدة مثلا تاخذيها بطريقة سلبية، لا، إذا بتريدي أنا لهون، أنا هيك بفكر، أنا هيك بتعامل، أنا بستقبلها. التقبل أول شيء، بعدين أنا بس أتقبل الموضوع، شو بشتغل على موضوع أنه بعالج هالأفكار بطريقة نقدية وتحليلية. يعني أنا بشوف وين هي بتفيدني، هل هي بتساعدني بهاي الأمور، بمعنى أنا أقدر أتجاوز النقاط اللي يمكن الخطيرة أحيانا، أو يمكن أحيانا اللي بتسبب لنا نوع من الإحباط، من نوع من الاكتئاب، بتحطنا بزاوية أنه أنا خسرت الحياة. تمام. هذا كيف ما تكون احنا تفكيرنا داخل الصندوق، يعني عندك خيار واحد. أما أنت بلشي تأنجي أنه عندك خيارات متعددة، شو بصير عندك؟ راحة، انه انا بلش انه اوكي هاد افضل من هاد، وفي عندي مكسب افضل من مكسب. صحيح. واليوم مو دائما منطقة الراحة موجودة بحياتنا، احيانا بيكون عندك خيار واحد. تمام. تحاولي تشتغلي عليه وتطوري. طب انا اليوم شو بيفيدني اليوم التفكير الابداعي، ان كان بسوق العمل، ان كان بحياتي، ان كان بحل مشاكلي في البيت، بالشغل، وين ما كان يعني. تمام. هلا نحن بالتفكير خلينا نقول ببيئة العمل. نحن في كثير عنا عالم اللي هي معودة عليكي بهذا الأسلوب، بهذا الطبع، بنمط تفكير معين، فبصيروا معناتها مكشوفة عندهم نقاط ضعفك. تمام. فصار عندنا نقاط الاستفزاز تبعها كثير سهلة، وهذا اللي أحيانا فجأة بتلاقي عالم تغيري، فأنت بتقولي أنا ما تغيرت، أنا عم طور بذاتي. تمام. نحن في شيء اسمه معادلة حسم، اللي هي معادلة حسم،
هي حاء والسين والنون. إذا أنا مثلا أي شخص بعرف نقاط ضعفه، أو أنا مثلا هو ببيئة العمل أنا بعرف أنه هاي الصبية مثلا تستفز بهالقصة، فعندي الحاء هو الحدس، أنا بزت كلمة استفزة فيها. فعندي النون يلي هي النتيجة، أنا متوقع أنه هي أنا بستفزة من هون هي حتعمل هذا الشيء. إمتى هو بصير في عندي نوع من التغيير أو التفكير الإبداعي؟ هو بالسين، هو الاستجابة. الاستجابة اللي هو أنا دائما متوقع أنه أنا إذا حكيت هالكلمة أنا حأخذ ردة هالفعل، فعل وردة فعل يعني عليك. أما ما أنت تغيري بنمط تفكيرك وأسلوب تفكيرك شو بتعطيني؟ غير استجابة. صح. فهون نحن بنبلش نطلق على الآخرين مستفزك، بنقول مثلا هي الشخص مستفز تمام، أو مثلا بقول لك والله أنت متغيرة، شو مغيرة بحالك؟ هو أنت ما غيرتي، أنت غيرتي بنمط تفكيرك واستجابتك للمواضيع. فهذا التفكير الإبداعي نحن في عالم كتير بتقول لك أنه من وين عم تجيبي هالأفكار؟ من وين يعني من وين عم تجيبي هالأفكار؟ هي في ناس بتمرق الأفكار أو الفرص، في ناس بتاخدها وفي ناس ما بتعني لي تمام. في ناس ما بتنتبه لها، ما بتنتبه لها ليه؟ لأنها هي عايشة بتشويش، هي عايشة هي بنمط تفكير أنه أنا بدي نوع من التلقائية العايشة فيها. فنحن هون الأسلوب التعاطي ببيئة العمل سواء بالحديث سواء بالتعاطي هذا بيفيدني كتير التفكير الإبداعي، بأنه أنا أفكار متجددة، التقبل بتقبل الآخرين مثل ما هنين، يعني بمعنى وجهات النظر. نحن إمتى بصير عندي نوع من التشنج وبيوقف لي هذا، بصير نوع من التشويش والتفكير؟ إذا أنا ما تقبلت الآخر وما إنه دائما إنه هو بينتقدني، لا بستقبل، استقبل أي كلام بشكل إيجابي بشكل لطيف، وبعدين أنت اختار الكلمات اللي بدك إياها المفيدة وانجيها بشيء مفيد. التفكير الإبداعي اللي هو عبارة إنه أنا دائما ما بكون بمحلي، يعني أنا اليوم هون ولكن أنا بكرة النسخة الأفضل من اليوم. هذا الشيء اللي هو أنا عم بشتغل على ذاتي بشكل تقوية قدراتي، تأهيلها، تطويرها، كفاءتها. في ناس بتقلك أنه طيب هذا الشيء الإبداع هو إله، قلت أنا له ثلاث مفاتيح، شغفك بعملك، مفاتيحك أنت. طب أنا هذا الشيء شو بده؟ بده مال، اللي هو عبارة أنا بدي تطوير الأدوات. أنا ما بقدر هذا الشخص أنه والله بقلك أبدعي اشتغلي على حالك، طب وين ما بدي مصاري اللي هي بتخليني انا قوي من ادواتي اللي عندي، فهو معناتها لازم يكون عنده ثلاث ابواب لانا اشتغل على هذا الاساس. طيب دكتوره، اذا بدنا نحكي عن مهارات الابداع، شو في فرق بينها وبين الطلاق؟ اليوم في اشخاص بنقول هذا الشخص طليق بالحكي، عنده يمكن كمان نفس الشيء، في ناس بتقول لك عنده افكار يمكن او عنده طليق بالحديث. خلينا نحكي في فرق بين مهارات الابداع ومهارات الطلاقه. هلا التفكير، لا الطلاقه هو ناتج عن الشخص بيكون عنده مخزون مفردات، مخزون ثقافي، مخزون عنده نوع من الاسم وتلقائيه تمام، بيكون عنده نوع من الطلاقة. التفكير الإبداعي هو أفكار متجددة وهو بيكون الفريد إنه هو عم يتميز فيها. تمام. خلينا أعمل أنا وياكم هلأ تمرين تمام، شو رأيك نعمل أنا وياك تمرين؟ بدي من حضرتك هاي الورقات تنيلي إياها تسع وجوه، طب إيلي إياها تسعة غشك ولا ما غشك؟ لا ما بدك تغشيني هلأ على الهواء إحنا هلأ. هي في أكثر من طريقة يعني. طيب خلينا تسعة؟ تسعة بدي تسعة. بدي أنا أطبق لك وجهين مع بعض. طيب خلينا نشتغل معك. انا ما عندي منطقه راحه هون، اي بس هلا انا هذا ما عملت الشرط اللي قلت لك اياه، انا بدي كل وجه بالوجه الثاني هيك، لا كلها كامله. طيب كامله هيك بالطول اخذنا اي واحد. طيب عدينا واحد تسعه بدي هيك صح. اوكي اثنين فيني صغر لك اياهم لبكره. طيب وصل لك للتسعه. ثلاثه ما حتزبط، ثواني لك ثلاثه. اوكي اوكي هذا الرابع، لا ثالث، ثلاثة. طيب على الهوا نحن. أربعة خمسة أوكي ستة ثلاثة انزلي هيك ثلاثة سبعة ستة. طيب هذا الشيء اللي نحن بحياتنا هيك نتعامل، هي اسمها مشكلة. شوفي أنا شو أعطيتك، أعطيتك ورقة صغيرة تمام. هي الورقة الصغيرة اللي هي نحن دائما في عنا بحياتنا، كل واحد فينا بتواجه مشاكل. أنا عندي أسلوب تفكير وأنت عندك أسلوب تفكير وأستاذة عندها أسلوب تفكير. نحن معودين، شوف شو بدي أحكي، معودين على تفكير داخل الصندوق. مثلا أنا صار عندي مشكلة
عندي عزل، ببكي، بزعل، هذا مين عم يعطيني اياه؟ هاي شو هذا اسلوب حياتي، هذا اسلوب تفكيري. فانا شو شردت عليك؟ انا شردت عليك هو التسع وجوه، هو اسلوب تفكيرنا اللي احنا متعودين عليه. ولكن هي الفكره، انا دائما بدي افكر خارج الصندوق، بمعنى انه انا بقى بدي راحتي. معناته انا بدي اقول لك راحه، بعطيك الورقه الكبيره بقول لك 109 انت برياحتك بتنامي على رياحتك، ولكن انا حددت لك اياها. فنحن في ممكن كثير نحن يا منغير الطريقه، تمام، او انا بدي غير اسلوب تفكيري. اعطيني فرصه ثانيه، اعطيك فرصه ثانيه. طيب يا نحن بنعملها هيك، بعمل خمسه باربعه، تمام. او بصراحه انا بتنيه 1 2 3 4 بد انا بفتحها، هي هذا انا تفكيري، بد بفتحها 4 5 امتى ما بكون انا مرتاحه، بمعنى انا بهيئ ذاتي بنفسي. يعني ما بخلي شيء اسمه يفرض علي اي تفكير انه انا اتعلق طول عمري انه نفس الاسلوب. فهذا الشيء اللي احيانا في عالم بتقول لك هي شو متغيره، هي مو متغيره، هو انا تغيرت اسلوب حالي. تفكيري حتى النظره. نحن دائما بمشاكلنا بننظر بنظره واحده للمشكله، طلعي من اكثر من زاويه، ثقي تمام، بتبلش ترتاحي نفسيا. ما بجمل، انا ما عم جمل، انا عم شوفها من جميع الزوايا. بمعنى انا المشكله النفسيه، وانا هي حابه اليوم اولى، المشكله النفسيه هي اهم مشكله انا لازم حلها، لان هي بتضرب لي كل جوانب حياتي. صحيح. تمام. اما مثلا جانب مثلا اسري، مثلا انا مثلا في عندي مشكله ببيتي كذا، ممكن كثير انا احددها وقدر اتعاطى بعملي. تمام. ليه؟ لان هي ما بتاثر على نفسيتي. اما النفسيه ما تكوني انت متضايقه، اذا قلت لك شو الشعارات الحلوه، شو قصدك شو الشعارات الحلوه، فهي الفكره اي كلمه انت حتستفزي. فانا اول شيء بحل الحاله النفسيه، المشكله النفسيه. بس انت طريقتك حلوه، يعني هي بس مشان ما تقول انه شقيتيها انت نصين، احنا قادرين يعني انت عم غير انت حره يعني. هي افكار متجدده، هي افكار انا خلقتها، هي خليني افكار متجدده، بمعنى انا بقدر اتعاطى بالشيء المستجد، بمعنى برحابة الصدر يلي هو الانفتاح على الأفكار الجديدة. انفتاح على الأفكار الجديدة هي جدا مهمة. طيب اليوم في ظروف كمان محيطة بالشخص. تماما. انت صار عندي ظروف، اوكي، كل العالم عنده ظروف، في حدا ما عنده ظروف؟ أكيد لا. تمام. بس في عالم اللي هي عم تشتغل وتبدا وهيك، معناتها هي عم تقدر تظبط امورها بطريقه متوازنه. التوازن جدا مهم بالشخصيه، ما انا اكون شخصيه متوازنه، ما دخل شعبان برمضان وما دخل شيء بالشيء. هي كل واحد بعطيه حده، بعطيه اسلوبه، بمعنى انه نحن عايشين كم مره بالحياه؟ مره واحده. يا منعيش بطريقه صح، يا طريقه لطيفه وحلوه، وبمعنى ما منضغط ويقصر عمرنا، او هي بصراحه انت بدك تضلك حاطه حماده هلال، تضلك تبكي وتقولي دائما دموع، بمشي الحال. طيب دكتوره، اليوم كثير في اشخاص يمكن بيقولوا نحن ما بعرف اذا هو هذا الشيء له عمر معين، يمكن في اطفال بيكون عندهم هي القصه يمكن من صغر، او يمكن الاهل بينموا لهم اياها، او بيشوفوا حسب البيئه اللي هن عايشين فيها. اليوم اذا بدنا نحكي، في اشخاص بيقولوا انا بعد مثلا هالعمر كل عمري عايشه هيك، هلا بدي اجي طور هذا التفكير او غير تفكيري بالحياه. خلينا نحكي شوي عن هي النقطه. هي اي نقطه كثير مهمه. نحن ما في شيء للابداع او للتعلم او لانت تكتسبي مهاره ما له عمر ابدا. ما في شيء ما عليه. هلا الفكره يعني انا مثلا عمري هالقد، او انا اسلوب حياتي هلا طول عمري هيك وتغيرت، شو هي المشكله؟ وين المشكله؟ هي نحن المشكله بتعرفي شو هي؟ هي نحن خوفنا من بعض، مجتمع اليوم، خوفنا من الاخرين انه هي هلا بعد الكاميرا، يعني هي اول تنقال لك هي الفكره. طيب اوكي، انا مأذيتك شيء اذا انا تغيرت، او انا طورت بحالي، انا ضررتك بشيء، بس انت مالي مأثره على حدودك، او انا مأذيتك، فانت بالنتيجه انا بقدر اشتغل على هذا الاساس. اما ما انت بدها تصير انا تطويري، انا عم باذي فلان وعلان، فانا هون لا، انا هون بعمل اكس، لا انا بدي اوقف. هو اهم نقطه بحياته الواحد انه ما يفكر بالمجتمع اللي حوالينه، انا وقت بدي اطور من حالي ما افكر شو حتكون رده الفعل. هي عم اقول لك نحن، هي الفكره انه انا ما افكر انه انا ما عم باذي حدا، انا عم طور بحالي، عم زيد اموري يمكن الاقتصاديه الاجتماعيه كمكانه، وما عم اقرب على صوب حدا، فامورك بخير. بأي وقت بيمشي الحال. أعطينا هيك شوية شغلات بتحفز التفكير الإبداعي عند الشخص. يعني اليوم وقت أنت بتعملي كورس وبتعطي للطلاب أو الطالبات، أكيد في شيء أساسيات بيشتغلوا عليها، أعطينا خلينا نستفيد اليوم من وجودك. أول شيء في عنا نحن شيء اسمه قبعات التفكير الست، يلي هو نحن كل واحد فينا عنده أسلوب تفكير. فنحن التفكير هو أنا لازم بكل مكان يكون عندي أسلوب تفكير. أنا ما عم غير شخصية، أنا
مغير اسلوب تفكير، يعني انا مثلا بمكان معين عندي بزنس معين، انا ما بفوت على هذا الشغل اول شيء بفوت عليه بنظره تفاؤليه، نفس الوقت القبعه السوداء اللي هو انا بدي اشوف وين في عندي عقبه معينه، امور انه انا بدي اشتغل عليها، الحسابات بدها تكون موجوده، القبعه البيضاء الخضراء اللي هو بتعمل لي انماء لهذا المشروع، والحمراء بعدوني عن العواطف بالعمل لانه العاطفه خليها بس للبيت والحب للبيت، اما احيانا بصير عندك صدمات انت بتحبي تمام فانت بيجي عندك العكس بالموضوع. واهم شيء القبعه الزرقاء اللي هو عباره عن الشموليه لاي موضوع، دائما طلع النظره الشموليه شو بالسفر، لان دائما في شيء اسمه ابدا والنهايه بذهنك، كثير مهمه انه انا اعرف وين رايحه وين بدي اصل، خير ان شاء الله انا ماشي عالسبحانيه. ما في شيء عالسبحانيه، الفوضى ما حلوه، النظام الكون كله في نظام ومسارات، فكيف حياتنا ما تكون بهذا القانون، وهي نحن عايشين ضمن هالقانون الكوني. طب اليوم وقت نحن بدنا نطبقه بحياتنا العمليه وبدنا نطبقه، قديش كمان مهم نطبقه بكل مجالات الحياه حتى داخل المنزل، يعني قديش بده ينعكس اليوم على الاولاد، خلينا نحكي هيك بلمحه سريعه عن هي هذا شيء كثير مهم، بس انت ما تقول لابنك اذا سالك او حكاكي شيء موضوع او فكره معينه لا تلومي او مثلا تأنبي، اسمعي له للاخير، لانه هو انماء التفكير الابداعي هو بالسماع والانصات الفعال اللي هو بخليه الطفل يصير في عنده افكار، يعني هي الفكره هي شو بتكون، هي فكره بتتحول لمشروع حقيقي، فكيف ببالك انت عم تحكي مع طفل والطفل يمتلك اسلوب الخيال، بتخيل لي انا كذا وكذا، فانت هون عم تعمل انماء حقيقي للتفكير الابداعي عنده. تماما. هلا المصطلح جدا حلو والموضوع جدا مهم، والمهم اليوم نحن نطبقه عن جد بحياتنا، كان عمليا كان بالمجتمع، وما نخاف اليوم من نظره المجتمع، يعني على مبدا بعد الكبره بيقول اي اول كلمه ممكن يحبطوكي فيها. يعني بدنا نتشكر حضورك اليوم دكتوره على كل المعلومات اللي ذكرتيها هيك، ودائما لنا لقاءات صباحات ثانيه. شكرا لك الدكتوره فاتن نظام، دكتوره بالعلاقات العامه والتنميه، تنميه المهارات الحياتيه. شكرا لكم، يسعد صباحكم.